بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي في مصر، وحشوني جدا، ونفسي أشوفكم ونفسي أقعد معاكم. أنتوا عارفين إن أنا بحبكم قد إيه. ونسأل الله إن هو يهون علينا السفر، ونسأل الله إن هو يهدي الأمور في مصر، والأمور تمشي إن شاء الله على أحسن حال بإذن الله. إن شاء الله تبقى 3 كلمات بسيطة، وحتى لذو كلام على الشفاء وتذهب الرثانة من الحشا، فسأرتقي على 3 مراقي أصل من خلالها إن شاء الله أقدر إلى شأو هذا الموضوع بذروة سنامه. والله أسأل أن أجعلها بيضاء نقية، وأن أجعلها صنعة حبة لمن طب، وأن أجعلها كثيرة المعاني قليلة المباني، إن ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر، الله أكبر. النقطة الأولى، أول ما ركبت الطيارة لقيت الراجل بيقول لي اربطوا الأحزمة، بعد كده قال لنا فكوا الأحزمة، وإحنا نازلين قال لنا اربطوا الأحزمة. والواحد قاعد يفكر كده، هو اشمعنى في الطلوع والنزول هو اللي بيقول لك اربط الأحزمة وبعد كده عادي؟ لأن هي أخطر وقت، اللي هو وقت الطلوع أو وقت النهضة أو وقت التغيير من حالة لحالة، هو ده اللي فيه مشكلة. تغيير من حالة الحركة لحالة السكون، أو من حالة السكون لحالة الحركة، ده أخطر وقت، وده لازم يبقى مركزين فيه جدا، ولازم كلنا نتعاون في اللحظات دي اللي هي لحظة الصعود ولحظة الهبوط. بالنسبة للطيارة وبالنسبة للأمم بتحتاج تركيز جامد جدا، لازم الطيار ومساعد الطيار يكونوا مركزين، ودي أخطر اللحظات، فلازم كل واحد يبقى رابط الحزام، ولازم كل واحد يقعد في مكانه، ولازم يبقى فيه التزام. نفس الموضوع بالنسبة للأم بتاعتنا، لازم في الفترة اللي هي تغيير من حاجة لحاجة لازم كلنا نتعاون مع بعض، ولازم كلنا ننسى خلافاتنا، ولازم كلنا نبقى ايد واحدة على قد ما نقدر. لازم نغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة المقصود بها كمصلحة أفراد أو كمصلحة أحزاب. أهم حاجة إن يعني لو أنت ضحيت إن شاء الله ربنا يعني يجرك، وربنا هيديك أحسن منها، والشعب هيعرف إن قلبك على مصر، زي ما سليمان الحكيم، سيدنا سليمان، آسف، روي القصة الله أعلم بصحتها، إن كان في 2 قاعدين على الشاطئ، وبعد كده بنت واحدة فيهم اختفت، كان كل واحد فيهم مع عيل صغير، فعيل فيهم أكل الذئب، طيب العيل التاني بتاع مين؟ فاختلف فيه، كل واحد تقول ده ابني، فراحوا لسيدنا داود، فسيدنا داود حكم بيه للكبرى، فسيدنا سليمان شافهم خارجين، فقال لهم ايه؟ قال لهم كذا كذا، قال لهم طب ايه الطفل دوت؟ وجابه وراح جاب سكينه وقال انا هقسمه لصهر عشان متزعلوش، فاستغرب قالت لا لا دول ده ابنها، فعرف ان دي احق واحده، وان دي امه، وان دي اللي قلبها على الطفل، فراح اداه للصغر. دي نفس الفكرة، لازم نتكتف. أكتر لحظات بيحصل فيها مشاكل لحظة الطلوع ولحظة النزول، شركات الطيارات بتبقى عارفة إن دي أخطر لحظتين، ما دام طلعت بالطيارة خلاص مفيش مشكلة، وساعة النزول هي دي اللي ساعات بتحصل فيها مشكلة، أكبر حوادث بتحصل في الحتتين دول. لذلك حتى في الكمبيوتر بيقول لك أكثر الأوقات اللي ممكن يحصل فيها مشكلة لحظة إن الكمبيوتر يفتح أو يقفل، فعشان كده في ناس بتسيبه بالأسابيع من غير ما تقفله، تمام؟ فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية، والنقطة مش خاصة بالدولة اللي أنا فيها أو مش خاصة بدولة معينة، لا لا، موجودة في أكتر الدول العربية، ويعني كانت ملاحظات برضه شفتها وأنا في مصر، وبعد كده لما كنت قطر شفت الملاحظات ديت، فحبيت أقول يمكن حد يستفاد منها وحد يقدر يطبقها. الحرارة شديدة جدا، طيب إحنا ممكن نواجهها إزاي؟ أنا قريت حل بس شايف إن هو مش عامل خالص، إن إحنا نعمل مظلة كبيرة حوالين المدينة. طبعا ده حل مش عملي، لان طبعا الطيارات هتطلع وتمشي ازاي، وبعدين تصد كل اشعه الشمس، يعني حل مش عملي. طب ايه الحل العملي؟ انا فكرت في فكره كده، الله اعلم اذا كانت طبقت ولا لا، بس ان شاء الله كنت طبقت، لان انا فكره بسيطه خالص. احنا يعني المدن الجديده المفروض تبقى كلها سوى واحد، مثلا 5 ادوار او 6 ادوار، وبقى في مسافه بين العمارات، مسافه واسعه، تمام، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ونبدأ نزرع بعض النباتات اللي هي بتدي ظل، تمام، بين الأسطح، ونحاول نختار حاجة يكون لها ثمرة. يعني نسيب حكاية الزرع الزينة، نحاول نشوف الزرع اللي ليه ثمرة،
يعني اي حاجه بيبقى لها خصائص، فمثلا ممكن يبقى مثلا ست الحسن اتفقت في كذا، طب ما الشجره التانية مثلا العنب جابت الظل وجابت الزرعه الصالحه او كذا، فنبدا نختارها. في بعض الحاجات اللي شبه النخل ليه ظل وليه شكل جميل بس ما بيديش ثمره، طب ليه ما نختارش النخله ونزرع ونسيبها في الشارع اللي عايز ياكل ياكل. فالفكره ببساطه ان الاعمال كلها يبقى سوى واحد، ونبدا نعمل نباتات متسلقه او نباتات بين العماير بحيث انها تتزل، بحيث طول ما انت ماشي تلاقي ظل طبيعي جميل، الهواء برضو بيدخل بشكل جميل جدا. فدي فكره بسيطه خالص، طبعا فيها شويه تفاصيل بس ما نخشش في التكنيكال. وكنت اتكلمت عنها كذا مره في المدونه اسمها مهاويس البيم، مهاويس البيم دي المدونه الخاصه بيا. النقطه اللي بعد كده هي الميه، ميه سخنه قوي، اول ما بفتح قفاله الميه سخنه، ففي مشكله يعني ايه اللي يخلي الميه سخنه كده بالطريقه ديت. فطلعت فوق مبنى كبير وبدأت أبص على العماير اللي حواليا، فلقيت خزانات المياه الكبيرة فوق العماير. طب ما خزان المياه ده معرض للشمس كده، يعني طول ما الشمس طالعة هو متعرض ليها من أول الفجر لحد المغرب، وتعرض تعرض مباشر، فالمياه اللي فيه كده كده هتسخن. واحد يقول لي ده فيه عازل، تقول لا مفيش حاجة اسمها عازل 100%، مفيش حاجة اسمها عازل هيقدر يصمد الوقت ده كله. طب ايه الحل؟ الحل بعد كده تبقى الخزانات، في نوع من الخزانات بيبقى تحت الارض، تمام، وفي حل تاني هقول عليه. طب قدر المبنى خلاص اتعمل وصعب ان احنا نعمل خزانات تحت الارض. نرجع لموضوع الظل، يعني ابدا اعمل نباتات متسلقه او ابدا اعمل ظله للخزانات على اساس ان الميه ما تسخنش، ما تبقاش معرضه بشكل مباشر للشمس، تمام. كنت انا برضو موجود في قريه كده في الغردقه في فندق بتذكر اسامي، فلقيت المايه سخنه برضو، فقلت لا ده في مشكله بقى. فطلعت في السطح في الفندق اللي انا فيه، فلقيت ان مفيش خزانات. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الراجل سايب مواسير ماشيه طول الوقت معرضه للشمس. يعني ايه؟ يعني هي المفروض في ماسوره رئيسيه، خلي الماسوره الرئيسيه دي تطلع لحد فوق وتمشي، تبدأ تدي كل فتحة من الفتحات، تمام. يعني الماسورة الرئيسية طالعة كده وعندي كذا مسقط نور أو كذا شفط قدام كل حمام، فنازل مواسير وماشي مسافة كبيرة جدا لحد ما يوصل للحاجات دي، فكل دي كان معرض للشمس. فكلمت صنايعي المسؤول قال لا ده معزولة. قلت له ثانية واحدة، يعني ايه معزولة؟ انت بتعال كده، رحت جاي في حتة مثلا فاضل، قلت له امسك انت كده مش حاسس بسخونية المية، مش حاسس مهما كانت مصير بروبلين، مفيش حاجه اسمها معزوله 100%، والا معزوله 100% يبقى تمسك الماسوره ما تحسش بالمايه اللي جواها ساقعه ولا سخنه. ف كانت دي من ضمن الحاجات اللي يعني ما عجبتنيش، فكانت ممكن تظلل او انها مثلا تتحط في علبه بحيث انها ما تبقاش معرضه للشمس بشكل مباشر، بحيث ان المايه تبقى خفيفه. فدي كانت ملحوظه بسيطه جدا. ان شاء الله لو حد عنده اي اضافة، انا يعني مش متخصص قوي في المواضيع ديت، بس كراجل عادي كراجل عربي ومسلم ونفسه بلد متقدم بيقول ملحوظة، ممكن واحد تاني يقول لي طب انا عندي حلول تاني احسن فيقولها. فممكن على مدونة مهووس البيب نبدأ نطرح الاراء ونبدأ نتناقش ان شاء الله. اتكلمت عن 3 نقط، اول نقطة حكاية بداية الامة او نهاية الامة لازم نبقى مركزين فيها ولازم نتعاون فيها، ولازم دي اخطر نقطة، اللي بعد كده بيبقى سهل ان شاء الله. الموضوع التاني موضوع ان احنا لو هنعمل مدن جديده ودي ممكن تتعمل مثلا للعمال بره المنطقه مثلا جنبيها، وتبقى بعد كده اي حد ممكن يسكنها، ويبقى فيها بعض الخصائص، يعني ممكن نخلي توليد الكهرباء كله بالالواح الشمسيه المصنعه داخل بلدنا. يعني في شويه حاجات كده كنت اتكلمت عنها في كذا فيديو قبل كده. النقطه الثالثه موضوع خزانات الميه انها تتحط تحت الارض او يبقى ليها عازل او ليها حاجة فوقيها تغطيها. كان معكم أخوكم عمر سليم من الدوحة.